أوسكار اتولدت اليوم اللي فيها أوسكار أوبرا اللي هم موضوع سموها القصة الشهيرة بتاعت أوسكار أوبرا. هي دي، ايه رأيكم هي بالظبط ولا لأ؟ أوسكار، هاي أوسكار، في القمر ده في أوسكار. هي أكلت وبتنظف نفسها دي، كانت بتنظف نفسها. أوسكار أمورة أوي يا أوسكار. ياكلو مجموعة هيك مجموعة هيك وحيد خلاص. بتنضف أوسكار، أوسكار نظفي نظفي نفسك كويس يا أوسكار. أوسكار بس بس. انتي بنت، انتي قمر، كارما كارما. ازيك، صباح الخير أوسكار. هما الاتنين دول اخوات على فكرة، كنت جايباهم هما الاتنين مع بعضيهم كده، كانوا اصغر من كده بكتير، كان تقريبا كانوا عمرهم 15 يوم، ما كانوش بياكلوا، كانوا بيرضعوا. هما دلوقتي كبروا اهو، نشكر ربنا بقوا زي القمر عسلات. انتي بنت كارما، كارما بس بس. كارما كارما نضفي نفسك كويس يا اوسكار. انتي بنت،